أكثر من 2500 حرفي على مستوى ولاية تسمسلت، متخصصون في نشاطات مختلفة يتم من خلالها تقديم منتجات وخدمات من شأنها خدمة الاقتصاد المحلي. عندنا بالتقريب 3300 حرفي ناشطين على مستوى الولاية في كل النشاطات، عندنا الزربية التقليدية، عندنا الحدادة، عندنا الرخام، عندنا صناعة الفخار، عندنا السلالة على مستوى الولاية، وراهم ناشطين و بيعاونوا شويه في الاقتصاد الوطني ومن طول التنميه المحليه هنا على مستوى الولايه. مشاكل عديده لطالما كانت القاسمه المشتركه بين هؤلاء الحرفيين بالرغم من اختلاف نشاطهم، ولعل ابرزها هو عدم القدره على توفير محلات تتناسب ونشاطهم، في حين هناك فضاءات كلفت خزينه الدوله دون فائده. احنا كحرفيين عندنا منتوج بصح ما نقدروش نبينوه، ما قدرناش نبانو خاطر على انا مشتين كل واحد في منطقه وكل واحد تلقى عنده عراقيته وما عندنا منتوج. مين ذاك يجي يزورونا ولا مين ذاك يعيطونا ولا ما كانش المنتوج تاعنا، ما خرجناش اور ولايه، ما كانش. خصنا محلات، ما عندناش محلات. هذا الصوالح اللي شفتوهم باين يسوقوهم، ما عندناش كيف نسوقوهم. شوفوا لنا حل، ديروا لنا، اعطونا كاش حانوت. نظرا للدور المهم الذي يقدمه الحرفي، فإن الاهتمام به ودعمه هو إضافة جيدة للاقتصاد المحلي.